هتكلم على باختصار شديد كده برضو بشكل عام على الفرق بين الجيتارات، وايه الجيتار او مصنوع من ايه، شكله عامل ازاي. طبعا في انواع كتير قوي من الجيتارات واشكال كتير وحاجات كتيره، فانا هتكلم على الحاجه العامه اللي معظم الوقت هنقابلها. يعني اول شكل للجيتار احنا اتعودنا عليه يعني في اخر كام سنه هو الشكل ده، بس من غير الحته دي. يعني تخيلوا ان البادي ده او الجسم ده مكمل كده. دي علبه، العلبه دي بتطلع صوت لما الوتر بيلعب، بيحصل ذبذبه. الذبذبه دي بتبقى بتتكبر في الصندوق، الصندوق ده بيكبر الصوت. لو جبتوا اي صندوق شديتوا عليه اي وتر او اي حاجه وعملتوا كده هيطلع صوت. فدي فكره اساسيه. ده اسمه طبعا اسامي الجيتار بالعربي اسم كل حاجه فيها. انا يعني ممكن نرجع لناس كتير، بس هو انا هتكلم بالعربي بس انا هقول اسمه بالانجليزي عشان حتى بعد كده لو حد عايز يخش على الويب سايت او اونلاين عامه ويدور يفهم هو بيدور على ايه بالانجليزي. ده اسمه بريدج، وبريدج بالعربي يعني كوبري. وليه سموه كوبري او بريدج؟ عشان ده اللي الوتر بيبتدي عنده وبيعدي من عليه. لو بصينا هنا هنلاقي في حاجه بالعربي اسمها الفرصه، بالانجليزي اسمها النت. والحته دي، الحته البيضه دي عم بتبقى عاج مثلا، او ساعات بتبقى بلاستيك او انواع كتير او عظم او كده، وبيعدي عليها الوتر بيبقى مربوط هنا زي ما انتم شايفين، بتعقد عقده. ده في النوع ده من الجيتارات اللي هو الناس بتسميه يا اما كلاسيك جيتار، يا فلامينكو جيتار، يا اما سبانيش جيتار، او جيتار خشب. الشكل ده بيتميز بايه الشكل ده؟ او لما يسمى سبانيش جيتار او كلاسيك او جيتار اللي انا حكيت اللي انا قلتها دي، ان هو ست اوتار. النوت مي لا ري سول سي مي، او اي اي دي جي بي اي. هتلاقوا انظمه كتيره في الـ يا اما اول نظام مي لا ري سول سي مي، يا اما الثاني اي اي دي جي بي اي. يتميز ده ان هو اخر ثلاث اوتار بتبقى نايلون، لو بصيتوا تلاقي شفاف ونايلون، واول ثلاثه بتبقى حرير ملفوف عليه نوع من انواع ال مش حديد، يعني معدن معين بيلف حوالين الحرير. وده ممكن تشوفوه اكتر لو دخلتوا ودورتوا، بس هو يعني انا هتكلم بشكل عام دلوقتي. في فتحه هنا بتطلع الصوت، طبعا لو كتمناها صوت حيوطه. وبعدين في ده دراع جيتار، ودي المسطره، او الفريت بورد. فريت بورد لان دي اسمهم فريتس، الحديد ده اللي هو الدساتين اسمها بالانجليزي فريتس. فالفريت بورد اللي هي البورده بتاعه الفريتس، او بورده الدساتين، او بالعربي مسطره. والدراع اللي هو ده نفسه ده كله. وفي الحقيقه لو بصيتوا هتلاقوا ان في دراع وفي متركب عليه مسطره. يعني المسطره دي شايفين الحز الاسود ده، دي حاجه بتركب على الدراع، وممكن بيكونوا من انواع خشب مختلفه. ممكن يكون ده مثلا ابانوس او روزوود، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي، او انواع كتيره. برضو الجيتارات نفسها مصنوعه من ايه؟ الجيتارات دي بتبقى سيدر، او الجناب سيدر، الظهر، كل انواع، اي نوع خشب في منه. في حاجات معتاده، في حاجات متعارف عليها، وفي بقى مدارس كتير تقول لك لا ما فيش حاجه اسمها هو ده، في ممكن انواع كتيره تعمل، بس انا هتكلم على المعروف. يعني بتبقى سيدر او والفريت بورد او المسطره بتبقى يا ابانوس يا اما روزوود. وبنيجي في الحته دي اللي هي بنسميها هيد ستوك بالانجليزي، او بالعربي ما اعرفش اسمها ايه. فيها المفاتيح بتاعه الاوتار. المفاتيح دي ان احنا بيها لما بنفكها كده، لما بنشدها بنحركها يمين او شمال بتوطي النغمه. يعني مثلا كده النغمه بتنزل،
كده نغمه بتطلع، وبنظبطها على ميلاري سول سي مي اللي هي النوت اللي قلتها. النوت دي زي على البيانو او زي على في جهاز بنحطه كده احنا بنلعب جيتار بنركبه، بيورينا النوت الصح ايه، وده الجهاز مثلا حاجه زي كده زي الجهاز ده بنلعب ونشغله فبينور، لما ينور اخضر فبنعرف ان احنا تمام زي الاشاره الخضراء كده. في طبعا احجام مختلفه من الدراع، في حاجات اكبر اصغر، كل واحد كل صانع بقى وكل شركه وكل نوع، كل واحد برده في الاخر بينقي الجيتار اللي بيريحه. الجيتار ده بالتحديد يعني ماركته الهامبرا، و ده مش بس جيتار خشب، هو جيتار خشب بس متركب فيه ميكروفون، وادي مفاتيح الميكروفون ده او لوحه التحكم، حاجه بتعلي الفوليوم، في واحده بتخلي الجيتار صوته اتخن او ارفع لما يتوصل بسماعه مش في الهواء. يعني انا لعبته دلوقتي مهما لعبت مش هيطلع حاجه، بس لو وصلته بالسماعات ولعبت في الزراير هنسمع جيتار ممكن صوته اتخن ارفع اعلى اوطى، زي اي كولايزر عند حد في عربيه ولا في البيت او اي حاجه، وبتوصل من هنا. وممكن طبعا اشيل ده خالص والعب برضو هيطلع صوت، ممكن اوصل ويطلع صوت برضو في السماعه. بتلعب عليه الجيتار ده، هو طبعا اول شكل من الاشكال اللي الناس شافته على الجيتارات دي كان مزيكا كلاسيك ومزيكا الفلامينكو، ولكن ممكن تلعب عليه اللي انت عايزه وباي طريقه. ممكن تلعب عليه فلامينكو اللي هو كده، حاجة زي كده. ممكن تلعب عليه جاز مثلا، مش هيقول لا برضو. ممكن تلعب عليه بالايدين او بالبيك، ممكن عادي اهو مثلا تلعب عليه كده. ممكن تلعب عليه بقى اللي انتوا عايزينه، حاجات كلاسيك اللي هي، او ممكن حاجات لاتن. المهم ده شكل الحاجه. ممكن تلعب عليه بلوز، مش هيقول لا برضه. تلعب عليه كل الانواع، مش بس يا شرقي او كلاسيك او فلامينكو يعني، وباي شكل. هو جيتار بيطلع صوت وبس.